اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. في الفيديو الاخوان بغيت نشارك معكم واحد الخبر اللي عنده علاقه بالرحلات البحريه، هذه الرحلات البحريه اللي كنتسناو كاملين، هاد فتح الحدود اللي كنتسناو كاملين الاخوان اللي ما عليه خبر في هذه الساعه. ولكن شركه جنيفا الاخوان اليوم جات لنا بواحد الخبر اللي كيقول العنوان شركه رائده في النقل البحري تفتح 5 خطوط بحريه نحو المغرب واسعار مغريه. نشوفوا هذا الخبر وغادي ندخلوا في الباج ديالهم الاخوان، غادي نشوفوا الاسعار ونشوفوا الرحلات اللي عندهم المبرمجه، نشوفوا شنو كاين. ولكن قبل الاخوان بغيت نشكركم، نشكر جميع المشاهدين والمشتركين ديالنا. كنقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم الاخوان المتواصل، كنرحب بالاخوان ديالنا الجدد و الاخوان. نطلب منكم واحد الطلب صغير، فضلا وليس امرا، مزيد من الدعم الاخوان، مزيد من اللايكات والبارتاج اذا بغيتوا الاخوان الصوت ديالنا يوصل، حيت حنا قناه صغيره الاخوان، قناه صغيره. هذوك الاخوان اللي كتقولوا لي خصنا نوقفوا خصنا نديروا مظاهرات، راه ما كرهتش، انا معاكم، قلتها لكم من نهار الاول، معاكم الاخوان، انا معاكم 100%. ولكن الاخوان هاد المبادرات خصهم يديروهم هذوك القنوات الكبار اللي كتشجعوهم، هذوك اللي ما كتوقفوش باللايكات. حنا القنوات صغار خصنا شويه الدعم الاخوان باش الصوت ديالنا يوصل. خصكم تفهموا كيفاش غادي هادشي ديال اليوتيوب الاخوان، بلا لايكات راه يكون المحتوى كيف بغيت يكون، تكون اعلامي ما نعرف شنو، ولكن بلا لايكات اليوتيوب الاخوان ما كتنشرش الفيديوهات، ما كتديهاش في الفيديوهات. على داكشي الاخوان خصنا شويه ديال اللايكات. كتشوفوا فيديو فيه 1000 1700 3000، ولكن ملي كتشوف اللايكات كتلقى 100 200 300. راه بهذاك الاخوان بهذه الكميه ديال اللايكات راه ما غادي نحتل شي بلاصه الاخوان. غير باش نقول لكم كيف ما بغات تكون القناه الاخوان، كيف ما بغى يكون الخبر، اذا ما كاينش اللايك اليوتيوب ما كتنش الفيديوهات، واللايك هو الفلوس. هذوك اللي كيقول لكم غير كثروا من اللايكات، راه اللايكات ما كنتخلصوش عليهم، اللايكات كنتخلصوا عليهم، حيت اذا كاين لايك الفيديو كينتشر، ملي كينتشر كاين المشاهده، والمشاهده هما الفلوس، هما الاشهارات. على داكشي اللايك كنتخلصوا عليه. نتوما عارفيني كنهضر صراحه، انا كنهضر معكم بصراحه الاخوان، ولكن انا ما كنقول لكمش باش نسميتو، راه ضروري اذا تنشر كاين مشاهده، راه كاين شويه المدخول اكثر، ولكن باش الصوت الاخوان باش الصوت ديالنا يوصل. انا معاكم القنوات الكبار، هذوك اللي ولاو دواها هما اللي خصهم يخرجوا، ينضموا الاخوان احتجاجات، نديروا وقفات حتى القنصليات باش على الله يسمعوا لينا. انا معاكم بالي. المهم الخبر كيف قلت لكم الاخوان، شوفوا هذا الخبر باش ما نطولش عليكم، عاد بزاف الاخوان كيقول لي راه كنطول. المهم الخبر كيقول الاخوان قررت الشركه العالميه الايطاليه جنيف الرائده في مجال النقل البحري تعزيز خطها البحري نحو المغرب باعلان رسميا عن فتح 5 خطوط جديده تربط المملكه بكل من سات الفرنسيه، جنوب الايطاليه، برشلونه الاسبانيه، ابتداء من الصيف سنة المقبلة، الصيف المقبل، حتى كي غادي ندخلو نشوفو الإخوان شنو كاين في الباج ديالهم، في الموقع ديالهم. وحسب ما وردته الصحيفة الفرنسية ميدي ليبري بوان اف ار، فالشركة ستعمل على توفير خطوط بحرية منتظمة وهي على التوالي: سات الفرنسية بطنجة، سات ناظور، جينوفا طنجة، برشلونة طنجة، وبرشلونة ناظور. وستتوفر الشركة 5 سفن لهذا العرض بمعدل رحلتين أو 3 رحلات في الأسبوع. وحسب الموقع الرسمي لشركة بإمكانية الحجز أصبح متاحا ابتداء من 15 اكتوبر، من 15 اكتوبر اللي فات الاخوان راه يقدر واحد يحجز نقولوا البيين ديالو الرحله ديالو، ولكن برشلونه
الاخوان انتم عارفين شنو كاين، انتم عارفين شنو كاين، الرحلات كاينين كاينين، غادي تشوفوهم عينيكم، ولكن الاخوان انتم عارفين المجال البحري بين اسبانيا والمغرب باقي مغلق، بالي ما كاين والو، كنتسناو هذاك الفاتح، كنتسناو هذاك الفاتح اللي كتسناو كاملين انتم الاخوان، ولكن في الساعه ما كاين والو. ولكن كملوا الخبر الاخوان، حيت كاين واحد الحاجه اللي مزيانه، راه نقدروا نقطعوا لي بي ديالنا، هذوك اللي كيفكروا يسافروا ونقولوا مع هذه الشركه في الصيف، تقدروا تقطعوا الاخوان من دابا، حيت كاين الاسعار، كاين الاسعار الاخوان، كاين لي بي نقولوا رخيص، وكيعطيوكم حتى اذا قطعتوا دابا عندكم شهر قبل من الرحله ديالكم تقدروا تلغيوها ولا تبدلوا. بالا الاخوان، علاش كنقول لكم دابا اللي باغي يقطع، حيت الاخوان كاين واحد اوفيرتا، كاين واحد تخفيض ديال 40% حتى عندنا حتى 8 من شهر 11 من هذا الشهر. اذا شي واحد باغي يقطع الاخوان، راه اللي بي ديالو غادي يخرج ليه نقولوا واحد الثمن صراحه مناسب، حيت عنده تخفيضات ديال 40%. وترى هنا الشركة وحسب الموقع الرسمي كيف قلت لكم، وحسب الموقع الرسمي لشركة، فإن في إمكانية الحجز أصبح متاحا ابتداء من 15 أكتوبر المنصرف، مع إمكانيات التعديل والإلغاء قبل حلول وقت السفر ب 30 يوم كيف قلت لكم. ولكن من حجز قبل 8 نوفمبر الجاري فالشركة تهديه تخفيضا تصل نسبة 40%. ودابا الإخوان نمشيو نشوفوا في الباج ديالهم شنو كاين. كيف كتشوف الاخوان الباج ديالهم جينيف بوان ايت برا اس، الماساج اللي قلت لكم الاخوان هنا كيعلموا لينا على التخفيضات ديال 40% في جميع اللينياس، ان توضح لا لينياس بالي. هاد الاوفيرت الاخوان، هاد التخفيضات عندنا حتى 8 من شهر 11 2021. اذا مشينا الاخوان دابا نشوفوا واش كاين شي حاجه مبرمجه من اسبانيا للمغرب. مثلا الاخوان برشلونه، نديرو طنجه، نديرو كونتينوار، نشوفوا التاريخ اللي كاين. انتم كتشوفوا الاخوان شهر 11 شهر 12 كاينين الاخوان هنا، كاين 16 كاين 19، ولكن في المعقول الاخوان راه ما كاين والو، بلا ما تقطعوا حتى شي حاجه. هذه كوفيرت الاخوان اللي مفكر يهود في الصيف، اللي مفكر يهود في الصيف يقطع حيت عنده تخفيضات بالي. واللي مزيانه كيف قلت لكم، راه عندكم شهر قبل من الرحله ديالكم تقدروا الاخوان تلغيوها ولا تبدلوها. هذه هي اللي مزيانه في هذا هو نقول هادشي اللي مزيان في هذا الخبر. المهم حنا نجربوا نشوف الاخوان واش كاينين التخفيضات بالي. جوج ادولتوس، نديرو طوموبيله عاديه، سياره عاديه بالي، نديرو كونفيرمار، نديرو بوشكار، نقلبو على الأثمنة بالي الإخوان. الأثمنة انتوما كتشوفو بالي، كاميرات انتيريور أنيماليس بريتاتا، كاميرات كومبيستاس المار اللي باغي يشوف البحر. ولكن حنا الإخوان غادي نهزو غير بوتاكا عادي، الكرسي عادي بالي. نديرو كونتينوار، هاديك إذا نقولو الذهاب، نشوفوا دابا الايابه الاخوان، حتى هي حتى هو نهزو هادي ديال البوتاكا عاديه. هادشي ما خصناش بيه، ما خصناش بهذا الشيء، ما خصناش بصيغورو. والثمن الاخوان كيف كتشوفوا هو هذا، هو التوتال، جوج كبار بوتاكاس و طلوبينا بالي، سياره الي 199.75 كان 247، و الاخوان الرجوع حتى هو 199.75، والتوتال 399 بالي، تخفيضات تقريبا ديال 200 اورو الاخوان. هاد الرحله نورمالمون كانت غادي تنقم لينا ب 494، دابا غير 399 الاخوان. ولكن كيف قلت لكم الاخوان، ما تقطعوش من برشلونه الناظور لاسبانيا، حيت علاش؟ اذا مشينا هنا للخبر شنو كيقول، أصبح متاحا ابتداء من 25 أكتوبر المنصرم، بإمكانك الحجز، ولكن الإخوان
ولكن من برشلونه راه شفنا شحال ديال الناس اللي قطعوا مؤخرا ورجعوا ليهم، نقولوا المساج كيقولوا ليهم باللي كتلغى الرحله ديالكم، حيت باقي الاخوان مع اسبانيا ما كاين والو، فات الحدود باقي بالي. اما فيما يخص الاخوان هاد 40% كيف كتشوفوا معايا، يمكن لكل ولكل من حجز بل من 8 نوفمبر الجاري فالشركه تهديه تخفيضا تصل نسبته الى 40%. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. المهم التخفيض كاين، ولكن رحلات الاخوان حتى كتشوفوها مرمجه من برشلونه لطنجه والناظور ما كاين حتى شي حاجه في هاد الساعه الاخوان. هذا الشيء اللي كاين الاخوان في هذا الخبر، باش ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وما تنسوناش باللايكات ديالكم.